أخبار اليوم. من أجل مدارس حكومية أفضل، هذا هو الشعار الذي قامت عليه فعاليات اليوم من جولة جو بايك الرياضية. تعالوا معنا نتابع فعاليات هذا اللقاء. النهارده عن الحدث واهم الرساله اللي انتوا بتقولوها من خلال هذا الحدث اللي احنا مشارك فيه دلوقتي. احنا بنحاول ندعو رجال الاعمال ان هم يدعموا المدارس الحكوميه، يعني كلنا عارفين دلوقتي حال المدارس الحكوميه ازاي، كلها عندها مشاكل في حتى في المدرسين، في الحاجات الامكانيات الماديه، في كل حاجه. فمش حل ان احنا نقعد نشتكي ونقول الاولاد مش عارفين يقروا والاولاد مش عارفين يكتبوا، لازم احنا كرجال اعمال او كل الناس كرجال اعمال ان هم يشاركوا ويدعموا. احنا عملنا بروتوكول مع وزارة التعليم في العبور وفي السلام، بان احنا بنحاول ندعمهم وبندعو كل رجال الاعمال ان هم يعملوا زينا. يعني احنا مش عايزين احنا شخصيا ناخد دعم نديه للمدارس الحكوميه، لا، احنا عايزين ندعو رجال الاعمال ان هم يعملوا زينا، يروحوا وزاره التعليم ويشوفوا المدارس محتاجه ايه ويحاولوا. احنا نفسنا بنحاول ان احنا ناخد منطقه، كل منطقه من مدينه نصر، في كل مره مكان منطقه ونركز عليها ونشوف المدارس محتاجة ايه ونحاول ندعمها. عصمت مليجي رئيس قسم التربية الرياضية وعدوى من مؤسسة الطيبة الخيرية للدكتور سيدي عفيفي. قولنا الفكرة ازاي جت للحدث، يعني فكرة اهتمامكم انك تلقوا الضوء او تسلطوا الضوء بالاهتمام بالمدارس الحكومية، كيف نشأت؟ والله نشأت الدكتور سيدي عمل بروتوكول مع المدارس الحكومية في إدارة السلام والعبور، ان هم لو احتاجوا حاجة احنا نديها لهم، ناخد الاولاد بتاعتهم ننشطهم في الموسيقى في التربية الرياضية، نعمل لهم ندوات، نعمل تدريس للمدرسين، نرفع من الكفاءة بتاعتهم. فالفكرة جت من هنا. فلما نزلنا مدينة نصر لقينا مدارس كتير برضو محتاجة الحكاية دي تحت الفقر، الولاد بيضطروا يشتغلوا عشان يساعدوا أهاليهم علشان يكملوا اليوم. طبعا ده مش مناسب خالص للطالب لأنه ما بينجحش والرسالة التعليمية هناك ضعيفة جدا. محتاجين ملاعب، محتاجين أدوات موسيقية، الولاد محتاجين إخصائية اجتماعية. وصلنا للمرحلة دي. معانا النهاردة أحد المسابقين في الماراثون، تعرفنا بحضرتك؟ أنا اسمي نصر علي، مدرس تاريخ في مدرسة محمود عمر الثانوية بنات بالهرم. يمكن حضرتك مدرس رمز ان وهي والايفنت دلوقتي بيدعم المدارس الحكوميه، تكلمنا عن الرساله وحضرتك متواجد بصفتك كمدرس وكمشارك في الايفنت نفسه. انا مشارك بالحدث دوت عشان اوضح حاجه، ان المدارس الحكوميه محتاجه دعم، وده اللي بنحرص عليه من خلال هذه الفعاليه. المدارس الحكوميه مش هنقول بقى مدينه نصر، لا، بعض المناطق الشعبيه، المناطق المهمشه، الدويقه، الزاويه الحمراء، غيرها، المدارس دي محتاجه دعم مننا. فالنهارده جايين نقول للناس كلها يا ريت تتبرعوا للمدارس ديت لانها فعلا محتاجه. كان ايه اهم المشاكل اللي ممكن بتواجه المدارس الحكوميه؟ هو عليك لما بتروح المدارس الحكوميه بتلاقي حاجات غريبه، يعني فصول ممكن ما فيش بيبان، ما فيش ديسكات، الكثافه عاليه جدا، التبرعات لو الانشاءات اللي فيها قليله، الكثافات عاليه، كل ده بيقابلنا كمدرسين. بنحاول بقى ان يبقى في دعم اكتر بالديسكات، بالبيبان، بدورات المياه، بحيث الناس دي برضك هي محتاجه تحس ان احنا فاكرينهم كمدرسين وكمجتمع مدني وكجامعات زي الجامعيه اللي بتشارك النهارده بتاع الدكتور سيدي عفيفي. معانا احد المشاركين هيكلمنا عن نفسه النهارده، نتعرف بيه. اسمي خالد الشبوكشي وحصل على المركز الثالث في بطوله التراياثلون الاخيره في شرم الشيخ، البطوله العربيه والافريقيه. تكلمنا عن صفتك النهارده في المشاركه في الحدث اللي احنا فيه وماراثون دعم المدارس الحكوميه بشكل افضل. هو الماراثون فكرته اولا رياضه للجميع، ان جميع الاعمار والفئات وجميع الثقافات ان هم تنزل وتبدا تمارس الرياضه. فكره بعد كده الماراثون قايم على الفكره الثانيه اللي هي جزئيه ان احنا ندعم المدارس الحكوميه، لان فكره التعليم والثقافه وتطوير المجتمع بتبدا من خلال المدارس، واكثر المدارس اللي هي فيها كثافه طلابيه هتكون المدارس الحكوميه. المدارس الخاصه تعتبر هي قايمه بنفسها وكده كده يعتبر في مستوى راقي في التعليم.
الماراثون شباب كتير جدا كان نفسهم في مدينة نصر ان هو يتعمل. مؤسسة الدكتور صديق عفيفي شاركت بالفكرة ويعني من خلال بعض الشباب، واتفقوا بعد كده على مع جو بايك ان هم ينظموا الايفنت دوت. دوت مش اول ايفنت يتعمل، كان فيه قبل كده اتعمل دورات كرة قدم، ولكن فكرة ان يبقى فيه الرياضة الفردية ان هي موجودة في المجتمع دي حاجة مهمة جدا. ده اول ماراثون وان شاء الله مش هيبقى اخر ماراثون، في بعد كده ممكن رياضات فردية تانية زي الجري زي المشي، وان شاء الله يعني متواصلين مع الجمعية. يعني شريف حمدان مدير الجمعية المنظمة للحدث النهاردة. تكلمنا عن فعاليات الحدث اليوم النهاردة. والله احنا كنا عاملين بروتوكول مع وزارة التربية والتعليم اللي احنا بندعم المدارس الحكومية اللي في القاهرة وخاصة مدينة نصر، وان شاء الله بعد كده هنعمم التجربة على جميع محافظات الجمهورية. ده هو الحدث عبارة اللي احنا عاملين ماراثون درجات خيري، وهو لصالح الهدف بتاعنا، وده بنحس بيه الشباب المصريين والأسر المصرية على التعاون معانا وعلى تنمية المجتمع، وده اللي كان يعني اللي كان مشجعنا بيه طبعا الرئيس السيسي لما بادر بنفسه في الماراثون العجل اللي عمله، واحنا ابتدينا ناخد الفكره دي بقى وبنخدم بيها على الاعمال الخيريه بتقوم بيها الجمعيه.